السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا النهاردة في شرح جديد، وهو إزاي نرجع الأسماء الخاصة بينا بطريقتين، والطريقتين أسهل من بعض. يلا بينا على طول ندخل في الشرح، وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. اهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنقدر نرجع الاسماء بتاعتنا المحذوفة بطريقتين، والطريقتين بدون برامج وبدون اي حاجة. الطريقة الاولى معانا النهاردة نقدر اننا نرجع الاسماء بتاعتنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة. هتلاقي رابط اسفل الفيديو الخاص بالفيس، نقدر ناخده كوبي، هو ده الرابط بتاعنا. هنحدد كل الرابط كده، وهندخل على جوجل كروم، هنطلع على الخانة اللي فوق خالص، وهنضغط لصق، وهنضغط ذهاب، وتعال نشوف الرابط ده هيجيب لنا ايه. زي ما حضراتكم شايفين تحت جاب لي كل الاسماء من يوم ما انشأت صفحة الفيس، والفعل دي كل الاسماء الخاصة بيا. اقدر استرد الاسماء بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق كل الاسماء الخاصة بي. تعالوا نشوف الطريقة التانية، هندخل على نفس الرابط اللي تحت، والمرة دي عن طريق حساب جوجل، لو طبعا حساب جوجل ده موجود معانا من فترة اطول طبعا هيكون ناسخ معظم الاسماء بتاعتنا. هنيجي برضو نفتح جوجل كروم، وهنيجي على المتصفح من فوق، وهنضغط لصق للرابط اللي هتلاقوه برضو اسفل الفيديو، وهنضغط الذهاب. وطبعا لازم نكون مسجلين من جوجل كروم على حساب جوجل الخاص بينا اللي فضل معانا اطول فترة ممكن. وبالفعل زي ما حضراتكم شايفين هيظهر لي كل الاسماء اللي خاصة بيا، ومعانا الطريقتين. الطريقة الأسهل اللي حضرتك تعملها، أو إذا كان الإيميل اللي موجود مع حضرتك الأول الفيس، أعمل بالفيس هيكون أسمه أكتر، أو موجود معاك من فترة أكبر. لو بإيميل جوجل أعمل بإيميل جوجل لو موجود قبل حساب الفيس. وبكده يكون شرحنا انتهى النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.